3-1 3-2-1. طيب معلش انا هقطعك عشان معاك طبعا مداخله مهمه طبعا جدا طبعا مع طبعا الكابتن جمال الغندور رئيس لجنه التحكيم. طبعا يا كابتن جمال برحب بحضرتك. اخر يا عمر تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا بنتشرف بوجود حضرتك معانا في قناه النادي الاهلي، لكن يا كابتن جمال عايز استغل وجود حضرتك معايا واسالك عن التحكيم الافريقي في بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه وراي حضرتك فيها. والله حتى الان المباريات اللي اتلعبت كلها التحكيم فيها كان جيد جدا، وبنشهد للمره الاولى يمكن في المسابقات الافريقيه للرجال تحكيم نسائي، وهم نجحوا، وانا شايف انه ده بقى توجه موجود في العالم كله. بدات بان هم عملوا مثلا قائمه الحكام الدوليين للكره الخماسيه والكره الشاطئيه، بقت قائمه موحده يعني فيها بنات واولاد وبيشاركوا مع بعض في البطولات، ما عادش في فرق بقى بينهم في الاختيارات. شفنا الاتحاد الاوروبي لما اثنت مباراه السوبر الاوروبي لطاقم تحكيم نسائي ونجحهم. الاتحاد الافريقي النهارده بيشرك التحكيم النسائي في بطولاته، بدا ببطوله التصفيات الاولمبيه 23 سنه، واعتقد انها نجاح هذه التجربه هنشوف بعد كده ان شاء الله ممكن في بطولات الامم الافريقيه للكبار ممكن نشوف العنصر النسائي موجود. هلا كابتن جمال ممكن نشوفه في الدوري المصري؟ والله يا عمر ليه لا؟ يعني يا كابتن بس الاول خلينا الاول التجربه نشوفها مثلا على مستوى القسم الثاني. صح، وعلى فكره ده حصل قبل كده سنه 2006 او 2007 كنت مسؤول عن التحكيم، وكان عندنا جيل الحقيقه من المحكمات يعني ما فيش فرق في المستوى كبير بينهم وبين الرجاله. كان عندنا نعمه رشاد، وكان عندنا منى عطا الله، وكان عندنا ويدا ودينا، يعني اسماء كبيره، واشرفتهم في مسابقه القسم الثاني. دلوقتي احنا يعني بعد ما غاب الهيئه التحكيم النسائي فتره كبيره، احنا عندنا دلوقتي فعلا عناصر مبشره. عندنا شاهين حكم ساحه، عندنا يارا حكم مساعد، عندنا منى عطا الله حكم مساعد، بيشاركوا في المسابقات الافريقيه، وبالتالي خلينا يعني فيهم فرصه ان شاء الله في القسم الثاني في مباريات ما تكونش، مش هقول مش صعبه لا، بس ما تكونش يعني مباريات تساعدهم على ان هم ياخدوا فرصتهم في ملاعب كبيره في السادات، وبعد كده لو نجح في التجربه دي لا ما تشوفهمش ليه في الدوري. انا عارف ان ده صعب، وعارف ان المجتمع من الصعب ان هو يتقبله، لكن خلاص العالم كله بقى كده دلوقتي، فبالتالي احنا مش هنتخلف عن العالم. كابتن جمال، هل فتره التوقف الحاليه للتحكيم ان شاء الله يكون استفاد منها ويكون استعد لعوده الدوري من جديد؟ والله يا عمر التوقف ما كانش عندنا في التحكيم، هو التوقف للدوري الممتاز بس. لكن انا بتكلم يا كابتن على بعض، ممكن حضرتك تستفيد من بعض الوقت بجلسات بمحاضرات بكلام اكيد حضرتك عارفه ممكن يفيد الدورات التدريبيه كمان، يفيد حكامنا بعد رجوع بطوله الدوري الممتاز ان شاء الله على خير. ما انا بقول لك احنا ما عندناش توقف ليه؟ لان انا عندي مسابقه القسم الثاني زيها زي الدوري الممتاز بالظبط. تمام. انت عارف ثلاث مجموعات، كل مجموعه فيها 12 صح. فريق. كلهم فيهم على الاقل سبع ثمان فرق كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز، ومش من بعيد امبارح اول امبارح كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز. يعني فيما يعني ان مسابقه القسم الثاني ايضا زيها زي مسابقه الدوري الممتاز، حكام شغالين، ولكن برضه من وقت للتاني بنعمل محاضرات تثقيفيه للحكام، بنعرض الحالات التحكيميه، وبنعرض الاخطاء اللي وقعوا فيها الحكام. بالمناسبه يا عمر، بمناسبه عرض الاخطاء والتحليل التحكيم، تمام، انا بعلنها يمكن عندكم لاول مره، انا ما عنديش اي مانع ابدا ان انا ادعو المديرين الفنيين ومدراء الفرق في الدوري الممتاز ان هم يحضروا معانا التحليل التحكيمي، لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها وكل حاجه بتتعرض قدام الحكام، وبالتالي مفيش اسرار تتخبى ولا في اسرار تروح وتيجي. عموما دي هتبقى جديده، برضو عملتها قبل كده سنه 2005. اتمنى ان شاء الله ان احنا التجربه دي يعني اللي عايز يجي اهلا يتفضل ونشارك بعض في الراي، يعني شاركنا رايه واحنا نشاركه كمان في رايه، ما عندناش اي مشكله ان احنا الاخطاء بتاعتنا نعرضها قدامنا. كابتن جمال، اخيرا احنا كلنا كنا سمعنا عن تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه على ان الفار خلاص قربت،
هل الكلام ده كابتن حقيقي ان الفار خلاص قرب ان هو يكون موجود في الدوري المصري، ولا لسه في شويه عقبات بسيطه تمنع وجود الفار عن وجوده في الدوري المصري؟ لا بالعكس، شغالين بشكل كويس جدا. بس اللي عايز اقوله لك عمر انه اجراءات الفار واجراءات تطبيقه مش بسيطه ومش سهله، صح، ومحتاجه وقت. خلي بالك يا جماعه، الموضوع مش بسيط ومش سهل. المساله مش مساله ان احنا نجيب شاشه ومقعد واحد قدامها ونخليه يتصل باللي في الملعب وخلاص، لا، موضوع اكبر من كده بكتير. صح. وبالتالي لا بالعكس، تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني صحيحه 100%. احنا بنسابق الزمن عشان الفار يطبق في مصر ان شاء الله. احنا حاطين، بنتمنى انه يبقى من بدايه الدور الثاني ان شاء الله، وارد انه يكون في بدايه الدور الثاني حتى لو اتاخر شويه، مش لكن هذا الموسم ان شاء الله هيكون فيه تطبيق للفار. كابتن جمال غندور بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام المصري، كل التوفيق لحضرتك وللساده الحكام، وان شاء الله يعني يكون موسم خالي من الاخطاء التحكيميه على قد ما نقدر. خالد هرجع لك سريعا على المنتخب الاولمبي، بتقول لي ناصر ماهر مكانه، هل هيتم الدفع بعمار حمدي عشان يكون هو اللاعب البديل، ولا انت شايف ان كابتن شاوي ممكن يغير الطريقه بسبب ان المباراه اللي جايه ليها حسابات مختلفه على حسب تصريحاته؟